السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، أرحب بكم جميعا في الدرس السادس من وحدة القرآن الكريم التلاوي بعنوان مبادئ وقيم خالدة. الكلمات المفتاحية: مهمة الأنبياء، كتاب الله، صفات المؤمنين. ماذا ستعلم من درس اليوم؟ أن نستمع إلى قراءة النص القرآني، أن أشرح المفردات الجدية في النص القرآني، أن أشرح الآيات. الهدف الأول الاستماع إلى تلاوة النص القرآني، الهدف أن نستمع إلى قراءة النص القرآني. هلا راح نستمع مع بعض. لا يبي صوت القارئ الشيخ. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذن استمعنا نص الآيات. نجي هلق لشرح المفردات النص. شرح مفردات النص، الهدف أن أشرح مفردات النص. معاني المفردات: شهيدا، ما معنى كلمة شهيدا؟ في حد عنده جواب طلاب؟ شاهدا. شاهدا. الفحشاء هي الذنوب والمعاصي. نعم، المفرطة في القبح. والمنكر، ما هو المنكر؟ تنكره العقول والفطرة. نعم. والبغي، التطاول على الناس ظلما. بعهد الله، ما معنى بعهد الله؟ بميثاقه والعهد ما يلتزمه الإنسان باختياره. أحسنت. ولا تنقضوا الأيمان، ولا تحنسوا في حلفكم. أنكاسا، أنقابا. أنقابا. نعم، والنكس هو النقض بعد الفتل. نعم. دخلا، مكرا وخديعا. ولا تشتروا،
لا تستبدلوا. أحسنتم. حياة طيبة. حياة لا تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. إذن حياة أنت قلت لا تشمل، لا حياة تشمل، حياة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. كفيلا. ضامنا. شاهدا ضامنا. نعم أحسنتم. نقضت. أفسدت. أحسنت. ينفد. ينتهي. أحسنتم. أنا نجي إلى شرح الآيات. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامة في كل أمة شهيد عليهم، وهو الرسول أو هو الرسول الذي بعثه الله إليهم من أنفسهم. لكل أمة يأتي عليها شاهد وهو الرسول الذي بعثه الله لهم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. كرم الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمقام الشهادة يوم القيامة، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على الجميع. إذن كرم الله تعالى النبي محمد بمقام الشهادة يوم القيامة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله القرآن الكريم تبيانا وهداية ورحمة وإرشادا وبشرى للمؤمنين. ومن واجب المسلم أن يتقيد بأوامر الله، بأوامر القرآن الكريم ونواهيه. علل. لأن المصدر، لأن القرآن الكريم هو المصدر التشريع الأول الذي يدل على الخير وينهى عن الشر. مين بعد لمصادر التشريع الأساسي؟ مرق معكم قبل المرة. في عنا مصادر التشريع أساسي وفي عنا مصادر التشريع فرعي. إذن عنا القرآن هو المصدر التشريع الأول. نعم مين سابي شو سأل المصادر اللي بعده؟ السن النبوي الشريفي. نعم أحسنتي. اللي بعده في شعر ولا لا؟ الإجماع. نعم الإجماع والعرف. لا العرف مصدر مصادر التشريع الفرعي، أنا بحكي على الأساسي أو الأصلي. قرآن أساسي، طبعا هو مصدر الأساسي القرآن، السنة، الإجماع. بقى عندنا أسعى مصدر واحد، مين بذكرنا فيه؟ الإحسان. نعم الإحسان. لا كمان هم مصادر التشريع الفرعي. إذن عندنا القرآن، السنة، الإجماع، القياس. هاي مصادر التشريع الأساسي، قرآن، سنة، إجماع، قياس. هذه مصادر التشريع الأصلي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الإسلام جامع لكل خير، فالعدل والإحسان وصلة الرحم من المبادئ الإنسانية التي أمر بها الإسلام. أكيد وصل أمر الإسلام بوصل الأرحام. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نهى الإسلام عن الفحشاء في القول وفي العمل، والمنكر والبغي لأنها إفساد للمجتمع وتدمير للحضارة. إذن لماذا نهى الإسلام عن الفحشاء والمنكر والبغي؟ نقول لأنها إفساد للمجتمع وتدمير للحضارة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. من صفات المؤمنين الالتزام بالعهود. أكيد من صفات المؤمن أن يلتزم بعهود والمواثيق والبر بالقسم، فلا يظلم الناس ولا يعتدي على حقوقهم وأعراضهم. إذن هذه صفات المؤمنين الالتزام بالعهود والمواثيق والبر بالقسم، فلا يظلم الناس ولا يعتدي على حقوقهم وأعراضهم. هذه صفات المؤمنين. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. إن الكذب وإخلاف الوعد ونقض الإيمان وخيانة العهد استخفاف بعظمة الله تعالى وإحباط للعمل. شو ما كان عملك صالح، هذه الأمور تؤدي إلى إحباطه. إذا الكذب وإخلاف الوعد تؤدي إلى إحباط العمل الصالح. طبعا سؤال. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. لمن ضرب الله تعالى هذا المثل؟ ضربه للذين ينقضون العهد والإيمان ويستخفون بعظمة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. الهداية والضلال بيد الله تعالى.
قدرهما وفق استعداد النفوس للصلاح والضلالة مع إعطاء الاختيار للإنسان. إذا الإنسان مخير ومسير بأن واحد، إما يختار طريق الخير أو طريق الشر، وطبعا الإنسان بيتحمل عواقب عمله. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتزوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إذا النهي هنا عن استعمال الحلف للتغرير بالناس وخداعهم من أجل الحصول على متاع الدنيا الزائل. إذا ما معنى التغرير؟ التغرير هو إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطاء صفة ليست فيه، أو هو إيهام الغير بأن هذا الشيء على صفة معينة وليس هو كذلك في الحقيقة. والخداع هو الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافي ليحصل مقصود المخادع. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. النهي عن الحلف للتغرير والخداع والحصول على متاع الدنيا. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا متاع الحياة الدنيا قليل وزائل، ومتاع الآخرة كثير دائم وسيعطى للصابرين. إذا متاع الحياة الدنيا قليل وزائل، ومتاع الآخرة كثير ودائم وسيعطى للصابرين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. إذن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. الأنشطة التعلمية والتقويمية. اشرح معاني مفردات التالية. ما معنى الفحشاء؟ مرق معنا هلأ قبل شوي. ما معنى الفحشاء؟ الذنوب المفرطة في القبح. نعم، الذنوب المفرطة في القبح. نعم أحسنتي. المنكر؟ ما تنكره العقول والفطرة. البغي؟ تطول على الناس ظلما. أحسنتي. أنكاسا؟ أنقاضا. بس يا ريت واحد واحد. نعم أنقاضا والنكس، قلنا النقض بعد الفتي. أحسنتم. وضح المقصود من قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين وإرشادا لهم، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الأصلية أو الأساسية. إذن القرآن هدى ورحمة للمؤمنين وإرشادا لهم، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الأصلية. بيّن معنى قوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي لا تحلفوا للتغرير والخداع من أجل الحصول على متاع الدنيا الزائل. ما معنى إذا قال التغرير أو الخداع؟ حد عنده فكرة على التغرير والخداع؟ حكينا قبل شوي. ما معنى التغرير؟ التغرير هو إظهار الشيء بمظهر على غير حقيقته، والخداع يعني هو الاحتيال والمراوغة من أجل الحصول على متاع الدنيا الزائل. أربعة، في قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها في من بعد قوة أنكاسة، لمن ضرب الله هذا المثل في النص؟ للذين ينقضون العهود والإيمان ويستخفون بعظمة الله سبحانه وتعالى. استنتج بعض الآثار السلبية لنقض العهد والإيمان على علاقات الأفراد في المجتمع. من بعض الأثار السلبية فقدان الثقة وضياع الحقوق وتفكك المجتمع وسخط الناس على من ينقض العهد والإيمان. أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.